بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل الرابع لمقرر هندسة البرمجيات في الجزء ده يا جماعة نتكلم عن موضوع اسمه Re functional Requirements أو المتطلبات الوظيفية طيب نشوف مع بعض كده بنقول Functional Requirements أو المتطلبات الوظيفية جميل بنقول يا جماعة بنقول أن مقصود بالمتطلب الوظيفي هو المتطلب الرئيسي للنظام والسوفت وير اللي انت بتبنيه. او الخدمات الرئيسيه اللي انت ايه؟ اللي انت بتقوم ها؟ ايه؟ بتكونها للنظام علشان يبدا يقدم مهمته. جميل؟ طيب وده معناه ايه؟ معناه ان ايه؟ المتطلبات ديت الوظيفيه اللي احنا بنتفق عليها لابد انها تتحقق في النظام. لابد، ليه؟ لانها اصلا متطلبات اساسيه، اليوزر محتاجها، اليوزر محتاج السوفت وير عشان يقوم بهذه المهمه. معايا؟ زي مثلا على سبيل المثال انت لما تيجي مثلا تقول نظام مثلا مخازن ايه الوظيفه الاساسيه في المخازن المتابعه مش كده متابعه في المخزون صح تخيل كده نظام مخازن ما فيش فيه متابعه للمخزون ها يبقى دي من الوظيفه الاساسيه لا طبعا مش كده الوظيفه الاساسيه اتحققت لا طبعا طيب هل كده يبقى النظام قد المهمه بتاعته لا مش كده اه فاذا الوز... الوظيفه او الفانكشن المتطلبات الوظيفيه هي متطلبات اساسيه في النظام لابد انها تتحقق معايا؟ طيب وايه كمان يا جماعه؟ بنقول ايه كمان؟ بنقول انها لازم تتكتب بقى هاي ليفل ستيتمنتس يعني جمل عاليه اليوزر يقدر يفهمها كويس مش كده؟ اه جمل محدده وواضحه اليوزر يقدر يفهمها وكمان انت كسوفت وير انجير تفهمها. معايا؟ وايه كمان؟ ولازم تشرح بالتفصيل. ما احنا اتفقنا مهمه جدا للنظام. جميل تعال نقرا مع بعض بنقول ايه؟ بنقول describe functionality or system services. مش كده؟ اه إيه بيوصف ايه بي بيوصف الايه ها الوظيفه وايه خدمات النظام. ديبيند اون ذا تايب اوف سوفت وير وبيعتمد على ايه طبيعه السوفت وير. واكسبكتد يوزرز اند ذا تايب اوف ذا سيستم وير ذا سوفت وير از يوزد. يعني طبعا بيعتمد برضو كمان على السوفت وير المستخدم واليوزر محتاج ايه وكمان السوفت وير اللي انت ايه هتستخدمه. ونوعه. طيب وايه كمان؟ Functional user requirements may be high level statements. زي ما احنا اتفقنا ان ال requirements لليوزر اليوزر ممكن نسمح انها تكون high level ايه؟ ها؟ statements مش كده؟ اه جمل واضحه ومعروفه لليوزر يقدر يكتبها بايه؟ باسلوبه. طيب وايه كمان؟ وال functional system requirements should describe ها, the system services in detail. اه يبقى هو هنا احنا مقسمين هنا الف functional requirements لحاجتين. functional user وفانكشن ايه ها سيستم مش كده اه الفانكشنال يوزر معناها ايه معناها ان هي بتتكتب بلغه عاليه ويفهمها اليوزر كويس جدا والفانكشنال سيستم ريكويرمنتس بتوصف النظام بالتفصيل طب نشوف مع بعض ده مثال اهوت لفانكشن ريكويرمنتس لمين للمينتنال هيلث كير سيستم مش كده اللي احنا خدناه قبل كده معايا اه فانكشنال ريكويرمنتس فور مينتنال هيلث كير سيستم طب ناخد امثله دي امثله لها من ضمن الامثله الفانكشن ريكوايرمنتس بيقول ايه A user shall be able to search the appointments lists for all clinics. آه يعني اليوزر اللي بيستخدم هذا النظام آه لابد إن هو إيه يبحث عن مواعيد فين؟ ها في مجموعة ال إيه قوائم العيادات. ده من أهم إيه الوظائف اللي أنت ممكن تشوفها في كفانكشن ريكوايرمنتس requirements كمتطلب وظيفي في the maintenance health سيستم يعني ممكن نقول ده مثال من أحد الأمثلة اللي إحنا ممكن نشوفها كفانكشن ريكوايرمنتس طيب ايه كمان مع بعض؟ بنقول the system shall generate each day يعني اه السيستم اللي انت بتبنيه دوت هيعمل كل ايه يوم لكل عياده فور اتش كلينيك a list of patients ما ايه مجموعه من المرضى who are expected to attend يبقى اذا بيحدد المرضى اللي هيحضروا العياده ديت كل يوم طبعا لهم بيبقى حسب مواعيد كل ايه كل يوم. معايا يا جماعه؟ يبقى اذا ده مثال رقم اثنين لايه؟ لفانكشنال ريكويرمنتس جميل. طيب بيقول ايه كمان يا جماعه؟ بنقول مثال كمان اتش ستاف ممبر يوزنج سيستم، كل واحد بيستخدم هذا النظام اكيد هيبقى له ايه يا جماعه؟ اكيد هيبقى له اي دي مش كده؟ اه شال بي يونيكلي ايدنتيفايد يعني لازم ان يعرف تعريف وحيد ومفرد يعني تعريف خاص به هو بس ماشي؟ مستخدمين ايه يا جماعه؟ 8 ديجيت امبلويي نمبر اه كل موظف او كل ستاف هيستخدم هذا النظام لابد ان يكون له ها 8 ديجيت امبلويي نمبر يعني اي دي مكون من 8 ديجيت يبقى ده الفانكشن requirements رقم ثلاثة إذن في هذا الجزء يا جماعة ادينا مثال امثلة وثلاث امثلة بالتحديد على فانكشن requirements للمينتنال هيلث كير سيستم اللي احنا شرحناه قبل كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته